كثفت الحكومة السودانية هجماتها الجوية في إطار حملة متواصلة في ولاية النيل الأزرق نتجت عنها مقتل مدنيين وتدمير منازل في حرب ظلت بعيدة عن أنظار العالم. ففي خلال الثلاث شهور الأخيرة فقط تم إسقاط أكثر من 200 غزيفة في منطقة تقل مساحتها النصف مساحة جنوب كردفان. ويسيطر متمردو النيل الأزرق على مناطق أقل حجما من تلك التي يسيطر عليها رصفائهم بجنوب كردفان. مدفع 6 مليمتر، مدفع 120، مدفع 82. بينما فر حوالي نصف عدد سكان الولاية أي 20,000 شخص إلى جنوب السودان. وتوضح هذه الصور عمليات قصف تمت في يناير الماضي في منطقة يابوس قرب الحدود الأثيوبية، واخترقت الخزيفة المنزل وأصابت البنت التي ماتت في الحال بينما كانت ترقد على الأرض، فيما أصيبت والدتها بجروح تم إنقاذها بواسطة الجيران. كما تم قتل صبي أثناء القصف وتم دفنه بعد وقت قصير، وكان موت الصبي مؤلما لأبيه. في هذا الجزء من ولاية النيل الأزرق يحفر السكان مقابر واسعة مستطيلة الشكل لأولئك الذين يموتون في سن صغير. نسبة لفقر السكان فقد اضطروا إلى الاحتفاظ بملابس الصبي لإعطائها لآخر. فقدت هذه السيدة كل شيء إلا ملابسها، لكن قام كل من حولها بمساعدتها ومتضررين آخرين لبناء منزلها واستعادة حياتها. أما أولئك الذين لا يجدون المساعدة فيضطرون لقطع مسافات طويلة إلى جنوب السودان للوصول إلى معسكرات لجوء في جنوب السودان.